كابتن سعد، يمكن الفرقة سافرت بطيارة خاصة وموضوع كان مريح وماشي بكل سهولة. حضرتك وكابتن عبد الواحد السيد 12 ساعة في عربية بعد سفر 6 ساعات من القاهرة كازابلانكا. سفرية متعبة، ولكن خليني أسألك، إيه أكتر سفرية يعني أنت ما كنتش طايق نفسك وتعبت ومرمطة وتعب لنادي الزمالك؟ لا خالص، ولا عمري لو تعبت العمر كله لنادي الزمالك ما ولا وفي اي حاجه، بس هو كابتن عبد الواحد هو اللي متعب شويه. كابتن عبد الواحد متعب، بيركز في تفاصيل التفاصيل، بيركز في حاجات شطاره دي على فكره. شطاره طبعا. هو ده يعني السبب الرئيسي اللي بيخلينا نطلع كل حاجه على اكمل وجه. يعني احنا وصلنا، احنا ما نمناش، نزلنا كذا بالليل، عربيه لحد بركان. بركان دي بلد مصيف ساحليه. اه كام ساعه بس عشان ما نوقعش التوصيل؟ خدنا حوالي 12 ساعه بعد السبع ساعات او ست ساعات بتوع الطياره. بعد الست ساعات بتوع الطياره خدنا 12 ساعه. وصلنا هناك تقريبا الصبح، ما ريحناش، بدانا نلف على الاوتيلات. كلمني بقى عن الاوتيلات، في اوتيل داخل كابتن عبد الواحد عرفت التفصيل، دخل اوتيل قال لك لا 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 يلا دخلنا اوتيل. كلمني بقى. قعدنا فيه شويه وبعدين بدانا نلف على الاوض ونلف على الاسبا، حاجاتنا المعتاده يعني اللي اللعيب بيحتاجها. كان كويس وممتاز وكل حاجه، لكن ما ينفعش معسكر لماتش نهائي. اجواء ساحليه، ناس على بحر وبول واغاني ومصيف. فالحمد لله ربنا كرمنا، رحنا رحنا الفندق اللي احنا كنا قاعدين فيه. يعني الفندق الاولاني انا عرفت انه كان يعني 5 ستارز تقريبا، يعني هم الاثنين 5 ستار، بس في واحد بيشتغل الموسم بس وفي واحد شغال طول السنه. فدخلنا الفندق ده ما لقيناش فيه حد، بدأنا نعمل اتصالات نجيب مدير الفندق، الكلام ده كله كانوا لسه بيجهزوا تجهيز للموسم بتاعه. فقلنا له احنا هناخد الاوتيل كله، ما تدخلش حد، احنا هناخد الاوتيل زي ما هو كده، احنا معانا الشيف بتاعنا ومساعدين من عندكم واحنا هناخد الاوتيل، عايزين المطبخ اوض والسبا والبس بس البيزكس يعني. فالحمد لله ربنا وفقنا فيه ودخلنا. انت جيته زي ما انت شفت كده، ما كانش فيه حاجه غير الزمالك وبس. فخدنا ده حقيقي والله، يعني حتى الناس في الشغل الشاغل بتاع الامن او الافراد كله كله كان مهيئ للزمالك بس، كان للزمالك بس يعني. كل حتى عملت لي مشكله ان انا دخلت مينا ده جه دخل، انا جيت لكابتن عمرو حضرتك كنت ساعتها ما كنتش تقريبا كنت بتعمل حاجه على طول في الوش، فانا رحت كنت داخل اخد التذاكر عشان الجمهور اللي كان جاي اديها له، فلقيت الريسبشن بيكلمني، هو حضرتك جاي فين؟ طب بتعمل ايه؟ طب لا ده عاملين مشكله، طب لا هم بداوا يكلموني انا مستني الكابتن، هتاري بقى كابتن سعد راح خلص الكلام كله.